إذا متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية نجدد الترحيب بكم مجددا. انقطاعات متواصلة للبث المباشر بسبب ضعف الشبكات وأيضا بضعف الاتصالات هنا. ما أود قوله لكم فقط هو سأحاول في هذه الأثناء تنزيلكم أو في الصورة التي تحدث بالداخل. ما يحدث بالداخل هو بدأ الشخص الصحراوي المعروف ببعالي والذي ينحدر من جنوب المغرب وهو مقيم هنا منذ 10 سنوات. هذا الرجل ربما عرف مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير لأنه واحد ممن تطوعوا ومن أوائل الذين تطوعوا لإنقاذ الطفل ريان وهو رجل ذو خبرة في مجال حفر الأبر. هو تطوع من أجل إنقاذ الطفل ريان بوسائل التي يعرفها. يقال أنه خبير في حفر الأبر. بعلي الآن هو بالداخل يبدأ بعملية الحفر اليدوي بواسطة الفأس مرافقا بأشخاص آخرين يساعدونه. هم على ما أعتقد رجال الوقاية المدنية يساعدونه في حفر الأماكن التي حدثتها المهندسين وما شابه ذلك. ويستعملون أيضا الأنابيب الإسمنتية وذلك من أجل حماية الطفل ريان في حالة ما لا قدر الله إذا حدث انجراف أو انهيار للتربة. إذا متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية نحن ما زلنا معكم في هذا البث المباشر المتواصل على أمل ألا ينقطع الاتصال بكم مجددا. وهذا كما قلنا أمر خارج عن إرادتنا فنعتذر لكم حقا ونعتذر لكم كثيرا على هذا الخطأ الخارج عن إرادتنا. كما قلنا السلطات تحاول في هذه الأثناء منع الأشخاص الوصول إلى مكان الحادث وذلك من أجل حمايتهم وأيضا ليسارعوا في إنقاذ الطفل ريان لأنه فعلا أصبحنا في وقت متأخر جدا عن إنقاذ الطفل ريان. كما ذكرت السلطات لا زالت تسارع الزمن لإنقاذ الطفل ريان. يقال حسب تحليلات بعض الأشخاص القريبين من عمق البئر إذا سارت الأمور كما ينبغي أو إذا سارت الأمور كما خطط لها من قبل السلطات والصحراوي المعروف بحفر الأبار يقال أن العملية ستستغرق 5 ساعات إلى 7 ساعات. على ما أعتقد أن العمل سينتهي ما يقارب حوالي الساعة 5 صباحا أو 4 صباحا من هذه الليلة. طبعا لا نريد إخافة المواطنين ولا زرع الرعب في قلوبهم ولكن هذه هي الحقيقة. نحن أيضا ربما لم نمل من هذا المكان ولكن فعلا نحن نريد مغادرة هذا المكان ونحن نعرف أن ريان مع والديه وهو في حضنهم ويعيش بينهم وتعود البسمة إلى وجه والديه. هذا حلمنا وأملنا جميعا. فأحبابي يقال أنه ستستغرق هذه العملية وهي إدخال الأنابيب من الجوف لإنقاذ الطفل ريان من أسفل البئر. هذه الطريقة ستستعمل فيها الأنابيب الإسمنتية وذلك من أجل حماية الطفل ريان. هذه العملية ربما ستستغرق 5 أو 6 ساعات لكن بشرط ألا تحدث أشياء خارج عن الإرادة مثلا لا قدر الله كحدث انهيار التربة. هذا سيؤثر سلبا على الموضوع. إذا متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية سنواصل معكم هذا البث المباشر ونحاول تلبية
رغبتكم في الحصول على الخبر الدقيق. فعلا نحن لم نتمكن من أخذ الخبر الدقيق، فقط ما نستطيع أخذه من ألسن أو من لسان بعض المعنيين بالأمر هنا وبعض المسؤولين. إذا صراحة لا يوجد من يمدنا بأي تفاصيل جديدة أو أي تفاصيل عن الطفل ريان. يقال أنه سألنا أحدهم فقال لنا أن الطفل ريان اليوم هو بحالة صحية لا بأس بها على ما أعتقد. إن شاء الله متابعي قناة أشواق عتيبي الإلكترونية، أتمنى أن نرى الطفل ريان في أواخر هذه الليلة وهو سالما معافى يا رب العالمين. للتذكير أننا نحن بحاجة إلى أدعيتكم، الطفل ريان وأسرته بحاجة إلى الدعاء له بالصحة والسلامة وطول العمر، كما نسألكم الدعاء لأسرته بالصبر وأن يبقى أملهم متعلقا برب العالمين أن يحفظ ابنهم. طيب قرأت تعليقا في هذه الأثناء يقول أن الطفل ريان سيبقى حتى الصباح ليتم إنقاذه. هذه معلومة قلتها ولكن لم أقولها بهذا الشكل، قلت أن العملية ربما تستغرق 4 أو 5 ساعات، هذا من تحليل الأشخاص المقربين من إنقاذ الطفل ريان. يعني هذا ليس خبرا يقينا للتأكيد، ليس من مصدر يعني مدقق، وإنما ليس من مصدر مدقق وإنما أحد الأشخاص قالها لنا بنيتي أنه ليس بخبر دقيق. متابعي قناة أشواق في الإلكترونية، ربما الطفل ريان قد يخرج إن شاء رب العالمين أن يخرج بعد ساعة من الآن، فنحن لن نقول شيئا طبعا وسنكون سعداء بذلك، ولكن العملية التي خطط لها يقال أنها ستستغرق على ما أعتقد 5 أو 6 ساعات. إذا متابعي قناة أشواق في الإلكترونية، نحن معكم في بث مباشر متواصل هذه الليلة على مدار الساعة، وذلك من أجل تزويدكم بالخبر اليقين. الجماهير الغفيرة، لا أعرف صراحة لماذا تسعى إلى تشويش الأعمال وتشويش رجال السلطة والدرك الملكي، صراحة أمر مؤسف جدا. إذن لنقدم الكلمة للزميلة مريم لتواصل معكم في هذه الأثناء. شكرا للزميل يوسف. مشاهدين قناة أشواق تيفي، مشاهدين الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى من قلب الحدث، من مكان الحادث اللي تعرض له ريان اللي هو دابا باقي حبيس في البئر. المجهودات لا زالت متواصلة. نبغي نقول لكم آخر التطورات وآخر المستجدات. صراحة كنا شفنا اليوم في الصباح مع 10 صباحا كانت محاولات باش أنهم يديروا الحفر بطريقة أفقية باش يحاولوا يوصلوا لطفل ريان، ولكن للأسف كان انهيار ديال التربة اللي خلاهم يحبسوا الأزيد من 5 ساعات الحفر وحبسوا الآليات ديال الحفر باش يضطروا أنهم يعودوا يحذبوا ويجمعوا يجبدوا قاع داك التراب اللي طاح. يعني خدمة كانت مدوبلة وعاود تاني بداوا الخدمة في الساعة 4 ولا 5 ديال تعاود تاني كتسبب عائق الرجال الوقاية المدنية أنهم يكملوا العمليات ديالهم، ورجال الخبيرين ديال الحفر أنهم يكملوا العملية ديال الحفر. هنا كنشوفوا كاين تواجد ديال لي توبوغراف ديال الناس خبيرين ديال الحفر، كاين مهندس وكاين السيد الملقب ببعلي او بعلي الصحراوي اللي هو خبير في حفر الابيار، وخصوصا هذه الابيار اللي من هذا النوع. هذا اللي نبغي نذكر المشاهد الكرام بان عمليات الحفر بالآليات توقفت منذ الساعة 5 أو 6 مساء كليا، باش بداو من بعد يبداو يديروا الحفر اليدوي. وما خفاكمش بأن الحفر اليدوي كياخد بزاف ديال الوقت. اللي أكد لنا بعد
رجال الوقاية المدنية بأن المسافة ماشي أكثر من 2 متر، ولكن صعيب، لأن نبغي نوضح للمشاهدين، لأن قريت بعض التعاليق تقولوا بزاف 5 أو 6 ساعات. دابخي أشنو شرح لي أنا يا رجل من الوقاية المدنية بأن الحفر كيتم بواحد الطريقة بشوية، لأن خايفين بأن الردم يعود يطيح على ريان، لأن نبغي نذكر بأن اليوم ريان طيح في العمق ديال 32 متر، ولكن البير راه فيه 64 أو 62 متر، ولكن الحمد لله هو طاح في هذاك 32 متر، كانت واحد الصخرة هي اللي قدرات تحبسه. فما تيحاولوا أي خطوة كيبغيو يديروها كيحسبوا لها 1000 حساب، لأن اليوم صراحة هذه هي نقدروا نقولوا الساعات الأخيرة، وبدا العد العكسي، لأن هنا أي خطوة غادي تكون محسوبة جدا، وهذا ما جعل أن رجال الوقاية المدنية ولا المسؤولين ولا رجال الدرك ولا الناس الخبيرين ديال الحفر الأبيار أنهم يستغنوا على أي واحد وحاولوا يجيبوا دي باغيير باش يحبسوا الناس، لأن حتى كيف ما قال واحد الخبير بأن حتى الناس بزاف من تيبداو يعفطوا تيبداو تتبدا التربة تتبدا تنجرف، فهذا هو اللي خلى أن كيف ما صرا مع السادسة مساء أن انهيار ديال التربة وخلاهم يعودوا يرجعوا الخدمة من جديد. هذا من جهة. من جهة أخرى كاين هناك تواجد ديال المكتب الوطني للكهرباء، لان هنا صراحه كاين مشكل كبير ديال الكهرباء، الكهرباء اللي كينقطع، فجو المكتب الوطني للكهرباء متواجدين هنايا في حال حصل اي عطل او اي انقطاع في الكهرباء باش هما يدخلوا في الحين. كنبغي نشكر من هذا المنبر الناس ديال الساكنه ديال المنطقه، وخصوصا السيد، صراحه انا ما عرفش الاسم ديالو، ولكن رحب بينا في المنزل ديالو باش اننا قدرنا نشارجيو لي بورتال، نشارجيو الماتيريال ديالنا، لي كاميرا ايتو، باش نقدروا نواكبوا معكم الحدث. هذه هي اخر المستجدات المشاهدين الكرام. صراحه كنتمنى انني نقول لكم خبر زوين، نقول لكم بان ريان خرج، ولكن للاسف نبغي نوضح ايضا بالنسبه الاصوات اللي كنتو كتسمعوا قبيله وبان الناس كيغوتوا او فرحانين، لا، هذا كان غير تشويش على الخامسه او السادسه ديال الصباح، يعني باقا الخدمه بزاف، واخا ان 2 متر او 2.5 متر هي اللي باقا افقيا، ولكن صعيب، لان كيبقى كل مره تيحفروا شويه تيطيح التراب بزاف، وكيشكي رجال الدرك اضطروا ان إذا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، نواصل معكم هذه التغطية الإعلامية والمباشرة والتي استمرت لمدة 4 أيام من هنا من إقليم أو من جماعة تمرت دوار إغران، من هنا من نواحي مدينة شفشاون. التعليق التي أقرأها الآن: لا أعرف لماذا بالضبط يتم إهانة الرجل الصحفي أو المراسل الصحفي، وهو شخص يؤدي مهامه بشكل يحمد عقباه أو بشكل محترم. لا أعرف صراحة لماذا تتم إهانة هذا الرجل الذي ربما ضحى بوقته وبالكثير من الأشياء حتى أتى فقط من أجل توصيل الخبر، توصيل الخبر لمن يتشبعون إليه من نواحي العالم. الصحفي المراسل الذي يهان في التعليق الذي كان سببا في جلب الملايين من الأشخاص إلى هذا المكان، ربما في جلب الكثير من المعدات التي ستساعد في إنقاذ الطفل ريان، هو الذي ربما المراسل الصحفي الذي ساعد في توصيل الخبر للجهات المسؤولة لتتمكن من تقوية وتعزيز الوسائل اللوجستيكية التي ربما تساعد في إنقاذ الطفل ريان. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، ما زلنا معكم في هذا البث المباشر المتواصل من هنا من دوار إغران بنواحي إقليم شفشاون. كما لا أنسى، واجب علي أن أشكر الكثير والكثير من الدول العربية التي صراحة تقف بجانب المغرب في هذه الأثناء أو في هذه الظروف الصعبة من جميع النواحي، من جميع الزوايا، من ناحية الدعم المعنوي والدعاء لريان. أنتم بالضبط نسألكم أو نطلب منكم الدعاء لريان بالخروج بالشفاء العاجل، وأيضا بصحة وسلامة وبالطريقة بعافية وبطول العمر، كما نسألكم أيضا أن تسألوا الدعاء
أن تسأل الله أن يخرج ريان من هذه المصيبة وهو بكل قوته، وأن يرزق والديه الصبر على هذه المصيبة الأليمة التي ألمت بهم منذ ما يقارب 4 أيام، منذ الأربعاء على ما أعتقد الأربعاء الماضي. متابعي قناة أشواق عتيبي الإلكترونية، ألقي نظرة على التعليق ثم أعود. نحن هنا صراحة لنوصل لكم الخبر، وأنتم لستم هنا لتأخذوا درسا في اللغة العربية، فلا داعي لكتابة التعاليق التي لا علاقة لها بالموضوع. ما طلبناه منكم وهو إيصال ما طلبتموه منا هو إيصال الخبر، وما نطلبه منكم في هذه الفترة هو الدعاء لريان، فهو فعلا في أمس الحاجة إلى دعواتكم. تصفيقة من الجماهير الغفيرة التي تراقب عن كثب، الجماهير الغفيرة التي لا زالت هنا منذ أيام، هذه الجماهير التي تسمح في كل شيء، التي تضحي بوقتها من أجل تقديم مساعدة أو فقط الوجود هنا. وجودهم كافي لمعرفة قوة تماسك هذه الأمة. إذن متابعي قناة أشواق عتيبي الإلكترونية، أنتم ما زلتم معنا في بث مباشر متواصل على مدار الساعة هنا من قلب الحدث، نحاول توصيل الخبر اليقيني إليكم من قلب الحادث. اخترنا هذه الزاوية حتى لا نحتاك مع رجال الأمن ورجال السلطة، فعلا هي ليست صورة واضحة، وإنما فعلا لا نريد أن نكون عائقا لرجال الوقاية المدنية حتى يكملوا مهامهم بشكل أسرع. فنحن أيضا نريد أن يخرج ريان بكامل صحته وعافيته، وهذا حلمنا وحلم الجميع. متابعي قناة أشواق عتيبي الإلكترونية، ما زلنا معكم في هذه التغطية الإعلامية ربما من زاوية أخرى من هنا من قلب الحدث، ولكن الأهم أننا ما زلنا معكم طيلة هذا الحدث، طيلة هذه الليلة حتى آخر اللحظات التي يخرج فيها الطفل ريان إن شاء الله تبارك وتعالى. ربما سيتم تغيير الزاوية نظرا للاتصال الذي ينقطع فجأة، ينقطع بين الحين والآخر، ولكننا سنعود إليكم طبعا في زاوية أخرى. كما لا أنسى أن أشكر الدول العربية، الدول العربية تبدأ من الجزائر وليبيا وتونس ومصر والعراق والأردن وعمان ولبنان والكثير الكثير من الدول التي صراحة تساهم أو تحاول أن تواسي الشعب المغربي وأسرة الفقيد، عفوا أسرة الطفل الذي سقط في البئر. فصراحة هذا إن دل على شيء فهو يدل على التماسك الأخوي والتآزر والحب الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل قلوب هذه الأمة. فعلا الأمة أتوا من كل حدب وصوب، أشخاص أتوا من مدن المغرب من أجل التطوع، من أجل تقديم أي مساعدة ولو شراء خبزة وتقديمها لرجل الوقاية المدني أو أي شيء من هذا القبيل، ولو كوب ماء يقدمونه لرجل الوقاية المدنية الساكنة. لكن ربح قلوب آلاف الناس من هذه الساكنة، لكن في هذه الأيام ربح حب الملايين من المغاربة والعالم العربي أجمع. إذا ما زلنا نتابع معكم أحبابي الغوالي هذا البث المباشر. صراحة يؤسفنا أنه لا يوجد من يزودنا بأي معلومة كانت، سواء كانت عن الطفل ريان أو عن محاولة الإنقاذ. مع كامل الأسف لا يوجد من يمدنا بأي معلومة سواء من الداخل أو من الخارج. فقط ما تجسسنا عليه علمنا أن الطفل ريان ما زال يتحرك ويتنفس، وهذه كانت آخر ما وصلنا منذ ساعات من الآن. متابعينا الأوفياء، ما زلنا معكم في بث مباشر لتوصيل الخبر اليقيني إليكم
من هنا من دوار إغران من نواحي إقليم الشفشاون. كما قلت الأشخاص الموجودين هنا هم أشخاص من القرى المجاورة ومن المدن المجاورة، ناهيك عن الأشخاص الذين جاءوا من كل حدب وصوب إلى هنا سواء مدينة القنيطرة أو من المدن الصحراوية المغربية أو من جنوب المملكة أو من من نواحي الشرق، والكثير الكثير من الأشخاص الذين قدموا إلى هذا المكان. متابعين الأوفياء، لا تؤاخذونني عن الأخطاء التي ترد في الكلمات أو في اللغة العربية، فهي أيضا أخطاء تخرج عن إرادتنا وذلك لقلة النوم. فنحن نواصل معكم التغطية الإعلامية 24 ساعة على 24 ساعة، وكل الأشياء تخرج عن إرادتنا سواء الحديث أو الوقوف، حتى إننا في هذه الفترة نقف صراحة بصعوبة في الطقس البارد البارد جدا بهذه المنطقة، والذي لم نكن على علم به فلم نأتي بالعديد من الألبسة وما شابه ذلك. متابعينا الأوفياء، للتذكير أنه خلفنا وخلف الكاميرا توجد العديد من سيارات الإسعاف والكثير من سيارات رجال الوقاية المدنية والكثير الكثير مما سيساعد في إنقاذ الطفل ريان. كل من ناحية اللوجستيك كل الأشياء متوفرة، فصراحة الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو أن نرى الطفل ريان بيننا بعد ساعات. وردنا أنه هناك طفل كان في اليوم الأول يريد أن يتطوع، لكنه في هذا اليوم أتى من أجل التطوع من الجهة المعاكسة، ليس من رأس البئر وإنما من قاعه، من أجل إنقاذ الطفل ريان. متابعينا الأوفياء، أنتم معنا على الهواء مباشرة من دوار إغران في بث مباشر معكم من قلب الحدث، وذلك من أجل تزويدكم وإعطائكم المعلومة اللازمة التي تحتاجونها. نعرف أن المواطنين ومن بين هذه المواطنين أسرتي الذين يتصلون بي ويسألونني عن حال الطفل قبل حال، صراحة هم أيضا من أبناء هذا الوطن، ونحن نعرف أن أبناء الوطن يتساءلون عن حالة الطفل ريان في هذه الأثناء ويريدون أن يعرفون ما الذي يجري بالضبط وأين وصلت حالته ومتى يمكن إنقاذ الطفل ريان. كلنا والعالم العالم ينتظر بشغف متى يخرج الطفل ريان من قاع الأرض إلى فوق الأرض. متابعين قناة أشواق تيفي الإلكترونية، نريد أن ننوه بالقنوات العالمية التي أتت إلى دوار إغران بعيدا عن المنطقة الحضارية لمدينة شفشاون، رغم البعد رغم الصعوبات التي تواجههم في الطريق الطرق الصعبة والكثير الكثير من العراقيل. جاءت الصحافة العالمية، ناهيك عن الصحافة المغربية سواء كانت تلفزية أو إلكترونية، هناك صحافة عالمية أو عربية أتت لتغطية هذا الحدث نظرا لأنه حدث عالمي انتشر واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، مما جعل العالم يتساءل عن هذا الحدث. فكانت لابد على القنوات التلفزية العربية الاستجابة لهذا النداء والاستجابة لرغبات المواطنين، وأيضا الوقوف بجانب العالم العربي وتوصيل الخبر اليقين إليه. للتذكير أن قناة بي بي سي أو قناة الغد أو قناة الجزيرة وأيضا قناة سكاي نيوز عربية، هذه القنوات العربية الكبيرة كلها كانت هنا تواكب هذا الحدث، وعلى ما أعتقد أنهم ما زالوا يتحاورون في بثوث أو بث مباشر في قنواتهم التلفزية على موضوع الطفل ريان، كيف يمكن إنقاذه وما هي الأسباب التي دفعته إلى السقوط في البئر، كيف يمكن مثلا الحذر من هذه الحوادث حتى لا تحدث مرة أخرى، والكثير الكثير من الأمور التي تناقشها قناة الجزيرة في هذه الأثناء على ما أعتقد من استديوهاتها بدبي أو بأبو ظبي.
نعم متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، ما زلنا معكم في تغطية إعلامية مباشرة مستمرة من هنا من دوار إغران. نحن أيضا نتساءل معكم عن حال ريان، نحن أيضا نتساءل معكم عن متى يخرج الطفل ريان، لكن الإجابة لهذا السؤال كانت من طرف أحد رجال الوقاية المدنية، والذي قال لنا أنه إذا سارت الأمور على الشكل الصحيح فربما ستكون على الساعة الخامسة أو الرابعة صباحا سيكون الطفل ريان بيننا، هذا إن لم يحدث أي سبب أو يمنع الأشخاص من الوصول إلى الطفل ريان بين هؤلاء الأشخاص الصحراوي الذي ضحى بروحه، ضحى بكل ما يملك من أجل الحادث. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، للتذكير أن رجل الوقاية المدنية الذي قدم لنا هذه المعلومة قال أن الحفر سيتم بطريقة يدوية وبالطريقة التقليدية، مما سيؤدي في ربما بطء هذه العملية، ربما قد يحفر أو في نصف ساعة، نصف متر عفوا، سيستغرق ساعة، وهذا مما سيجعل الوقاية المدنية والصحراوي في مأزق صراحة مع الزمن، مما سيجعلهم ينتهون من العمل في الساعات الأخيرة من هذا الصباح. لكن إذا سارت الأمور بشكل معاكس لا قدر الله، كمثلا انهيار أحد الجدران أو انهيار جزء من الأتربة، هذا سيكون خطرا على رجال الوقاية المدنية، فصراحة سنكون حينها جميعا في مأزق كبير، وسنعود لنقطة الصفر، وستعود الجرافات إلى العمل تخرج التراب كما فعلت منذ سويعات من الآن، وثم سيعود المهندسون من أجل أخذ الميزان وما شابه ذلك من أجل تحديث الموقع الذي هو فيه موجود الطفل ريان، وثم تبدأ مجددا عملية الحفر بالشكل اليدوي. متابع قناة أشواق تيفي الإلكترونية، الإعلام هو ليس مجرد شيء لنشر أو منصات لنشر الأكاذيب، وإنما هي منصات لنشر الحقيقة، ناهيك عن التعاليق السلبية الموجودة في كل القنوات. يقال أن الإعلام يروج بشكل خاطئ، يقال أن الإعلام يخلع أو ينشر الرعب في صفوف المواطنين، هذا ليس بالشكل الصحيح. ربما فعلا هناك قنوات إعلامية تبحث عن المشاهدات، تبحث عن التندنس وما شابه ذلك، وهي قنوات معروفة، ناهيك عن القنوات التي تبحث عن الخبر اليقين والخبر الصحيح، ناهيك عن القنوات التي توصل الخبر بالشكل الصحيح. هناك قنوات تبحث عن الخبر المكذوب لتوصله إلى الشعب الذي ينتظر الخبر، وهنا يتم رفع المشاهدات وما شابه ذلك. هذه فعلا موجودة، ولكنها القليل القليل ممن يمارسون هذا العمل الدنيء. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، نسألكم الدعاء لأخينا ولابننا وحبيبنا ريان، فهو في أمس الحاجة لأدعيتكم ولدعائكم في هذه الأثناء، كما نسألكم الدعاء لوالده ولأمه، وخاصة لأمه التي قلنا عشرات المرات أنها مرأة لم تتحمل سقوط ابنها في البئر، فتسقط تارة وتغيب تارة وتستيقظ تارة أخرى. إذن متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، أنتم ما زلتم معنا في بث مباشر متواصل من قناة أشواق تيفي الإلكترونية على مدار الساعة، بث مباشر متجدد من زوايا مختلفة مع مراسلين ربما مختلفين لتوصيل الخبر بالشكل الصحيح ولتوصيل الأخبار الصحيحة في وقت قياسي أو في الوقت الذي يحتاج فيها الشعب المغربي إلى المعلومة. أعرف أن المغاربة ونحن أيضا متشبعين أو عفوا متعطشين إلى المعلومة بشتى أنواعها، أي معلومة تساعدنا في الحصول على معلومة حول صحة الطفل ريان أو حول متى إنقاذه وكم تستغرق هذه العملية التي بدأ فيها با علي والمعروف بالصحراوي والكثير من رجال الوقاية المدنية.
ان شاء الله. طيب هناك حواجز أمنية تمنع المراسلين والصحفيين من الدخول، لن ندخل. وها عندي كل شيء في الفيديو، الحمد لله. سير خي عادل بن بوعودة بسم الله، معروف اخويا على المغرب. اذا متابعي قناه اشواقات في الالكترونيه، سنستضيف شخصا تقنيا في مجال هذا المجال، مجال الحفر وما شابه ذلك، معنا ومعكم الاخ عادل، والذي سيعرفنا عن سبب تطوعه ووجوده معنا هنا في والذي سيعرفنا عن وجوده هنا في هذه المنطقة. يقال أنها أتى من مدينة بعيدة، أتى من مدينة بعيدة من أجل التطوع. خي عادل مرحبا بك. خوتي تحياتي، أنا جيت من مكناس خاصة الترونسبور من جيبي على حساب الدومين ديالي والتجربة اللي قضيتها مع شركة، والناس كاملة في المغرب راه كتعرفني، راه من الصباح درت لايف، كلشي كيدعي لي بالتوفيق. أنا الآن في عين المكان كنطلب من الناس المسؤولين يتواصلوا معايا ويعطيني واحد 15 مينيت أو بلي أوموا 15 مينيت غادي نكسبليكي معاهم، نهضر معاهم بلي نورم بلي لي مو تكنيك ديال لي طرافو، عن داير فورماسيون ديال سيكيريتي. وي اسمح لي، حاول تقرب المواطنين منك وحاول انه تدرج باش يفهموك الناس ابار اللغه الفرنسيه. اخواني سمحوا لي غادي نهضر باللغه العربيه باش تفهموا كل شيء. انا الاسم ديالي بن بوعوده عادل، غني على التعريف، عندي 25 سنه في الدومين، تيتيلير مع سوسيتي بلا داعي لذكر الاسم ديالها. الدومين ديالي هو هذا، كنخدم في الاكسبلوزيف حاليا. يلاه كنت ساليت من البراج ديال اكدس، راه في الفيديوهات في اليوتيوب، وحاليا انا خسرت كل شيء من جيبي ترونسبور والله الا كاري، من مكناس من جيبي من مالي الخاص. انا واحد الجروب ديال السائقين ديال الالات الثقيله اللي خدامين معايا دعموني وقالوا لي عندنا الثقه فيك الكامله، واللايفات ديالي راه درت لايفات البارح ودرت لايفات اليوم. الانسان يدخلوا اللايفات ديالي ويشوفوا الكومونتيرات، وغادي تشوفوا الشعب كيفاش كيتجاوب معايا في دوك الكومونتيرات. يعني جميع الكومونتيرات اللي قريت لقيت فيه ان المهم قاعد اللي يدوزوا معايا الخدامه لي زوفريي ولا لي كاليفيكاسيون كيقولوا كيشهدوا بيا بواحد الشهاده بانني ندخل الدومين. شنو هي في نظرك الخدمه اللي تقدر تقدم انت باش الخدمه اللي غادي نقدر نساعد هاد الناس؟ دابا هما كيبريباريو في الفاصمه، كاين الفاصمه والطابله، ما غاديش هما يخدموا الطابله. انا عندي فهمتي ديجا، انا فهمت هذاك الشيء حيت انا كنخدم في ليبوي وكنخدم بالاكسبلوزيف، عندي فيديوهات، عندي شواهد ديالي، عندي كل شيء هما في جيبي، والفيديوهات نعطيهم لك. كنخدم في الاكسبلوزيف، كندير لي تينيل، كندير لي غاليري. مؤخرا يلاه ساليت من البروجي ديال البرنوسي، تقريبا شهر سالي باش جيت من البرنوسي. انا اللي كنت خدام في دوك لي تينيل في شارع القدس، يلاه ساليت ديك لو غاليري اللي هابط مراكودي في ليكزيستون في 1800 اللي جايه من 17. وحاليا كنطلب هاد الناس المسؤولين، تنطلب انا الديريكتور ديال الاغاثه يجي، بغيت نتواصل معاه 10 دقائق وكنشهد انا للشعب المغربي بانه يكون راضي عليا وغيقدم غيدخلني لعنده باش نقدم ليه المساعده. اذا السلطات منحتك هذه الفرصه هذه، شحال مثلا ديال الوقت اللي غتستغرق باش تنقذ رايا؟ نقد رايا انا خوتي، انا حيت عندي قديم في الدومين، عندي 25 سنه، انا نهضر معاك بلي نورم ديال الخدمه، كل ما كثرتي لي فيكتيف كل ما غلبتي على الخدمه. اوكي متفق معايا ولا متفق معايا؟ حيت انا الدومين ديالي 25 سنه وانا في الدومين، الا كثرنا لي فيكتيف كتيف وغادي نخدموا بنظام وغادي نقسموا لي جروب، عندي اليقين بانه غادي نوصلوا في اقرب وقت ممكن، وغادي نخدموا البلانداج ديالنا اوبليجي ضروري من البلانداج. كاين بزاف، كاين اللي ما البانو ميطاليك الى اخره، زيدوا زيد نديروا البروتكسيون ديالنا، نديروا البلانداج ديالنا ونقوموا بالعمليه، وانا مستعد. والناس المسؤولين الكبار ديال لي سوسيتي ديالنا يشهدوا فيا، ولا كان عندهم شي علاقه اتصال مع الناس الكبار يتواصلوا معاهم ويعيطوا لهم ويعطيهم النمره ديالي. انا كان عطيتها من الصباح، عطيتها في 06/60/10/35/24. دخلوا الكومونتيرات وعاد تلقاو الشعب كامل المغربي كيتضامن معايا خوتي، ها فيا حرقه وما نعستش، راه حتى الربعه الصباح وانا فايق. معروف في المغرب؟ معروف في المغرب، اكبر مشاريع في المغرب خدمتهم، نور جوج نور ثلاثه ديال الورجاجات انا اللي حطيتها بالارماتير ديالها كامله، خدمت ميتريك ديال جراده اللي في حاسي بلال، خدمت لي باسان ديال سيدي معافه، خدمت لي غاليري في فيلاج طوبه، خدمت الغاليري ديال الحي السلام اللي بادي من سيدي معافه وداخل فيلاج المساكن، كاف فيلاج المساكن، خدمت بزاف الاوفراجات، خدمت الغاليري ديال هرهوره، خدمت الغاليري ديال قنيطره،
خدمت الكاليري ديال فيلاج طوبه في وجده جوج دو كاليري، واحد في حي سلام واحد في فيلاج طوبه. انا غني على التعريف والاخوه اللي كيعرفوني راهم ساندني. قراي اختي الكومونتيرات الا ما لقيتيش بنادم تما مجاوب معايا. شحال من سنوات الخبره اللي عندك؟ عندي 25 سنه من 98 وانا خدام، كندير لو بوطابل لي طرافو بيبليك، كنخدم ليكسبلوزيف، الفيديوهات عندي وكل شيء، الدليل هو في جيبي والوراقي هما عندي. انا اعطيك، انا حاليا يلاه ساليت من البراج ديال اكدز، وانا اللي كنت بروفيسيونيل تمايا وكنت كنطي راسي. وبغيتو تدخلوا معايا للواقع نعطيكم التصاور ديالي. ها هما، ها البراج ديال اكدز، ها البراج اخويا ديال اكدز، هذا البراج ديال اكدز. انا غنوريك الصوره ديالي ونعطيك لي فيديوهات ديال ليكسبلوزيف اللي عندي. عندي ليكسبلوزيف، خليها كندير ليكسبلوزيف، كندير كلشي، كنحط بالميرا، كنحط كلشي الى اخره. انا غادي نجبد لكم عندي حتى فيديوهات ديال ليكسبلوزيف، انا غنجبدهم لك في ليتينال ديال الدريناج، لي غالري ديال الدريناج. وعندي تصاور ديال الطاقه كاملين. طيب اسمح لي سعدي باش ما نطولوش. انا خوتي ما نكذبش عليك، كنتحرق. سالتك غاتوصل ان شاء الله. شوف انا كنتحرق، انا كنتحرق اخويا ما نكذبش عليك، وراه ما نعست. ها الجاليري فينا هو في البوبليك اكسبلوزيف. الاخ عادل عنده صور حقيقيه من مشاريع عديده. شوف الكومونتيرات، بغيتكم اخوتي المغاربه كامل اللي كيعرف عادل واللي خدام معايا، راه عندي فوق 5000 امي، دخلوا وعطينا الكومونتيرات اخويا. خي عادل هضرنا على السبب اللي خلاك تجي تطوع. السبب اللي خلاني عندي جوج بنيات وكنتمنى باش نولد شي وليد. انا في جاليري وهذا الوليد درتو اخوتي بحال ولدي، ما نكذبش عليكم، راه باغي نطردق وراه ما نعست اخوتي. حسيت بهاد الوليد والام ديالو في محنه، وتنعطي لهاد الناس المسؤولين والحكومه يديروا فيا الثقه، لان كنعرف راسي 100% 100% غادي نعطي، وتنعطي في الدومين ديالي، وجميع الكلفه لي كادريس ديالنا كيشكروني. تبارك الله. كنطلبكم اخوتي تدخلوا في هاد اللحظات هذه. انا اخويا في البراج ديال اكدز هنا فعلا ما كنكذبوش اخويا، عندي 25 سنه في الدومين، نور جوج ونور ثلاثه انتي بوليسيون، نسيت ما قلتهاش، انتي بوليسيون اكبر مشروع ديال عين السبع انا اللي حطيته من 17، وحطيت الكاليري اللي في 17 والدالو اللي في 17. خدمت لي فويد، خدمت لي دالو، خدمت لي بس لي باسان لو بوطابل تصور. تحياتي. شكرا جزيلا. ان شاء الله الميساج ديال السي عادل يكون وصل للجهات المسؤوله. باش يوصل لي هذا الميساج ديالي، رانا ما نكذبش عليكم، راه ما غاديش يديني النعاس، ورانا جاي مخلص من جيبي اخوتي باش ننقذ هذا الطفل. لا داعي للجانب المادي، انا ما كنقلبش على الجانب المادي اخوتي ولا شي حاجه، كنقلب على مساعدة الدري ريان، و 100% انا يا خوتي الا جاو عندي المسؤولين غادي يقبلوني. شكرا جزيلا السعادي، تحياتي لك اخويا. ان شاء الله الرساله ديال السعادي توصل للجهات المسؤوله، كنتمنى انه يمنحه ولو فرصه كما قال 10 دقائق، انه يبين له من الاعمال ديالو، يبين له من الوثائق اللي هز معاه، ومورا يقدروا يحكموا عليه واش يقدروا انهم يخليوه ولا لا. فكنتمنى من الجهات المسؤوله انها تتدخل في هذا الموضوع هذا. شكرا السعادي، تحياتي. كنطلبوا اخوتي الناس المسؤولين، انا اخوتي والله الا جيت من مكناس قسما بالله ونجبدوا اخوتي، نقول لكم واحد الفكره، ماشي غادي نديروا بيبليسيتي ولا الى اخره. هاد الناس اللي خداو من هنايا كون داروا التيو، وغنشوف بالكاميرا، غنتواصل مع الدري وغنهبط الكورده وغندير الكورده اللي موفمو حتى غادي نعتقد. اذا متابعي قناه تشوقات في الالكترونيه تشاهدون في هذه الاثناء الرجل او الاخ عادل مريض، ويعني خرج في 20 سنتيم، قال انه ياقين هنايا ندير دوب اوبيراسيون، الاوبيراسيون الاولى اتى من مدينه بعيده من اجل التطوع. كنتمنى الدري ولا دوزيام اوبيراسيون غادي باذن الله. عندي اليقين في راسي يا خوتي، عندي اليقين تبارك الله عليك. الله يوفقك يا خوتي. الله ما خدمناش مع العرب، خدمنا مع جميع البلوز. شنو هو هذا الصوره ديالي؟ ما كنهضرش عليها. هذه الطاقة ديال جراد الإخوان ديالي، ها هي في نايس. أنا هادشي اللي كنقول حسبي الله والله اللي كيشهد عليا، إذا زدتيك المولى نقصتيك المال نتحاسب بها أمام الله سبحانه وتعالى. أنا الهدف ديالي لوبجيكتيف كامل هو نجي إلى متابعين الصور. غادي نستقبلوني، أنا عندي اليقين أخويا. عنده صور تثبت أعماله في مشروعات أو مشاريع كبيرة من نواحي المغرب كله، ومن بينها مشروع ورزازات طاقة نور، المشروع الشهير في المغرب. يقول أنه من بين الذين ساهموا في بناء تلك المعلمة الكبيرة. الناس اللي كيأيدوا السي عادل يقدروا يبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش توصل الرسالة
الرساله ديالو المسؤولين على اساس انه ان شاء الله يعطيوه شي فرصه ولو غير يشرح لهم بعدا ف ماشي بالضروره انه يدخل ولكن على الاقل انه يوصلهم ميساج ديالهم. ديال القلواص ديال 300 خليه والقادوس ديال 300 بنادم غادي يدير غادي نعطيكم واحد لوبيراسيون اخوتي. شتي انا راه متبع الاحداث كامله وراه بيت كنتقطع لوبيراسيون اللي دخل بها الدراري انكوريكت با كوريكت ما كاين لا لين دوفي لا حتى شي حاجه. بزاف د الحوايج كنشوف انا انورمال وبقى فيا الحال وجيت للتيران. المساله الاولى الباليزاج وليسباس هي الاولى المكان. ثاني حاجه كنت باغي نجيب انا قادوس ديال 300 ديال 300 كان ديال بي في سي غندير فيه متر و60 غندير هاد لي موفمون حيت اخوتي راك شافي كيتجمعوا. انا شفت داك الديريكتور ديال الاغاثه كان كيجمع داك الاخر كتبو انا كنتجمع اخوتي والدليل العداله ديالي كان غادي نحيد ونوريكم كيف لا الطريقه اللي باغي ندير. شد اخويا قادوس ديال 300 ديما كندخل فيها اخوتي. طريقة باش القادوس غادي تجيبوا قادوس فيه متر و60 وبنادم معليش رزقك 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 معليش اخويا معليش الصابعة نعتقو الدري الصابعة نعتقد الدري. غادي نديروا واحد العملية غنجيبوا القادوس ديال 300 الاخوان القادوس ديال 300 غادي نديروا فيه متر ونص متر ونص غادي نديروا هذه الحركة هذه بحال ما هو. شوفوا كتافي واش تجمعوا اخوتي ولا ما تجمعوش. تجمعوا ولا ما تجمعش. غنديروا بحال ما هو غادي ندخل في القادوس. ملي غادي ندخل في القادوس غادي ندير لونكراج لونكراج غادي نديرو في رجلي وداك السيد اللي هزوه من الهارني ديجا داير انا فورماسيون وقراني وقراوني الناس من فرنسا على حساب الشركه ديال كابيب. قريت الفورماسيون عندي شواهد دارهم لنا في جبل الحبيب. الهارني داير الهارني وهزو من هنا انورمال اخوتي. اذا بغى يتهز خصو يتهز من رجليه باش البوا كامل يتحكم كيتحكم. وديك الطريقه اللي كانوا تيديروا الناس ديال الاشعاع دوك رجال المطافي تنقدرهم من هذا المنبر هذا. بنادم ما يديرش ديك الحركه ديال بحال ماك باش ما تشمكش لي موفو باش ما يلعبش باش يبقى ديما في المركز ديال الدائره باش يطلع ديريكت. والقضيه اللي قلت لكم هي ديال 300 بنادم كيدير هذه الطريقه هذه كيدخل فيه غادي يهزو من رجليه وغادي نتمو نازل قادوس ديال 300 الحفره شحال فيها ديال الدياميتر؟ في 40 في 40 من الفوق غنوصل انا على التحت وغندير كروشي برا ديال الحديد الحجره تما ملي توصل الحجره دير برا ودير كروشي شي دري نكمل لك اصاحبي راه دخلت انا خليها تهبط انت داير هذه الحركه وغادي دير قطيب هو الاول غادي نصفطو قدامنا غادي يهبط ويبقى مكروشي غادي من رجلك ونعد تم هابط عاد غادي تشد القطيب وغادي تمشي فيرتيكال حتى تقرب البلاصه اللي غادي توقف فيها ثم غتشرح القطيب والدري غادي تقلبوا له القطيب فهمتوا إذا متابعي قناة تسوق تي في الإلكترونية مجبرون على إيقاف هذا البث المباشر نظرا للحشود الغفيرة التي تجمهرت هنا حتى لا نكون كما قلت سابقا نحن ممن يعرقلون عملية إنقاذ الطفل ريان. سنوقف هذا البث المباشر على أمل أن نعود إليكم في بث مباشر آخر من زاوية أخرى. شكرا جزيلا لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.